لن تسمح مصر بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى، هكذا صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال تعليقه على القضية الفلسطينية وأيضا وما تشهده المنطقة حاليا من تطورات، كما وجه سيادته بإرسال قافلا شاملا محملا بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية وأيضا العلاجية. ومن خلال تغطيتنا الآن سنعرف ما هي أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول القضية الفلسطينية وكيف هو الوضع بالنسبة لمصر، كما سنتابع مع حضراتكم آخر تطورات الأوضاع في المنطقة. قال الرئيس السيسي في تصريحات له اليوم الثلاثاء إن مصر تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية حقناً لدماء الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكداً أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة وعلى الساحة الفلسطينية، ومشدداً على أن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة. وقال الرئيس السيسي أن مصر تؤكد أن السلام العادل والشامل قائم على حل الدولتين هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني، وأن مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. كما أعرب الرئيس السيسي عن أمل مصر في التواصل لحل وتسوية للقضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التي تفضى إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية، مشدداً على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى. وقال الرئيس إننا نتواصل مع جميع القوى الدولية وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل لوقف فوري للعنف وتحقيق تهدئة تحقن دماء المدنيين من الجانبين. كما شدد الرئيس السيسي على أن أمن مصر القومي مسؤوليته الأولى، وقال لا تهاونا أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف. أيضا طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من الشعب المصري أن يكون واعيا بعقيدات المواقف ومدركا لحجم التهديد. أما من ناحية أخرى وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يستعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التموي لإرسالا قافلا شاملا ومحملا بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والموارد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة. كما أعرب التحالف الوطني عن أسفه الشديد حيال تصاعد أعمال العنف بقطاع غزة، وهو ما يهدد السلام الدولي ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان، مؤكداً على تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني. وأكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التموي على مواصلة جهوده في إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها حتى تحسن الأوضاع. ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين. أيضا تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، حيث تم التباحث حول مستجدات التصعيد الجاري بين الجانبي الفلسطيني وأيضا الإسرائيلي وما يشكله من خطورة كبيرة على حياة المدنيين وتهديدا لاستقرار المنطقة.
وقد تم التجديد خلال الاتصال على أهمية الضبط النفسي في هذه المرحلة الدقيقة وتغليب صوت العقل ومسار التهدئة منعاً لتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية وخروجها عن السيطرة. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية إنه تم التوافق كذلك على مواصلة التشاور والتنسيق بين مصر والسعودية خلال الفترة المقبلة لتأكيد الرؤية العربية بشأن القضية الفلسطينية، والتي تتمحور حول تحقيق التسوية الشاملة والعادلة على أساس حل الدولتين وفق مرجعيات الشرعية الدولية، وهو الأمر الذي يتطلب التهدئة الفورية ووقف المواجهات العسكرية في جميع الاتجاهات. ولليوم الرابع على التوالي تستمر عمليات القصف على قطاع غزة من قبل جنود الاحتلال، ولم تكتفي قوات الاحتلال بذلك، فأصبح الفلسطينيون بلا ماء، وذلك بعد الأمر الفوري لوزير البنية التحتية الإسرائيلي بقطع كل إمدادات المياه عن القطاع، وهو ما نفذه جنود الاحتلال وأغلقوا الخطوط الرئيسية للمياه. وتطورت قرارات الوزراء في الإسرائيل لتشمل قطع الكهرباء والوقود والإنترنت ومنع دخول السلع الأساسية، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته قضايا العربية عن آخر تطورات الأوضاع في غزة. وجاءت هذه التجديدات العسكرية لقوات الاحتلال تزامناً مع إطلاق مسؤولين عسكريين إسرائيليين بدعوات للفلسطينيين بالهروب إلى مصر. وأيضاً علقت على ذلك مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى، وأكدت أن القضية الفلسطينية تشهد الآن منعطفاً وهو الأخطر في تاريخها. وقالت المصادر في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية أن هناك مخططاً واضحاً لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية المحتلة من أصحاب الأرض وسكانها، وإجبارهم أيضاً على تركها بتخييرهم بين الموت تحت القصف الإسرائيلي أو النزوح خارج أراضيهم. كما حذرت المصادر من المخاطر المحيطة بتداعيات الأزمة الراهنة على ثوابت القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني، وأكدت أن هناك بعض الأطراف والقوى تخدم مخططاً للاحتلال وتمهد له مبررات الأمر الواقع لتزكية طروحات فاسدة تاريخياً وسياسياً سعى الاحتلال لطرحها على مدار الصراع العربي الإسرائيلي بتوطين أهالي غزة في سيناء، وهو الأمر الذي يتصدت له مصر وتتصدى له ورفضه بالإجماع الشعبي الفلسطيني المتمسك بحقه وأرضه. وأعلنت مقررات الجماعة العربية في سياقات مختلفة، واستقر هذا الأمر في الضمير العالمي بثوابت واضحة للقضية الفلسطينية التي يتم تصفيتها الآن. وفي النهاية نؤكد ونشدد على أن مصر تقف وتدعم القضية الفلسطينية، ولكنها في الوقت ذاته لن تسمح بأي تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف، وربنا ينصر فلسطين ويحفظ مصر وكل الشعوب العربية. انتهت تغطيتنا، لكم مننا جزيل الشكر وحسن المتابعة، شكرا لحضراتكم.